شرع الجيش العربي السوري أبواب بلدة شبعة معلنا ولادة الحياة فيها من جديد بعدما استغل الإرهابيون موقعها الاستراتيجي على طريق مطار دمشق الدولي لاقتناص الموت من على جنبات الطريق للناس الأبرياء وتهديد أمن هذا الطريق. بسط الأمن على البلدة وقضي على الإرهابيين فيها بعد أن جثموا على صدور أبنائها وباتت وحيدة غارقة بركامها ودمارها. كما نلاحظ هنا أثار الخراب والدمار الذي احتثته العصابات الإرهابية هنا وللتروي فصولا من هول الإرهاب الذي عاشته هذه البلدة. هذه إحدى مدارس شبعة والتي تم تخريبها وتدمير أجزاء كبيرة منها. على يميني مباشرة تتواجد أسواق المدينة، هي أيضا تم تخريبها وتدمير أجزاء كبيرة منها من قبل الإرهابيين ونهبها بشكل كامل. تألمت البلدة الريفية المتكئة على سلمها الأهلي من الظلم الذي عاناه أبناؤها من الإرهابيين. والله يوم كانوا فاتوا المسلحين يعني عذبونا، والله لا كانوا يطعمونا رغيف خبز لا يطعمونا حباية خضرة. صرنا نشتري البطاطا ب 300، نشتري كيلو السكر ب 300. أغلب المسلحين أو اللي معهم حواليهم يعني مشكلين عصابات للسرقة والنهب، أغلب البيوت انسرقت، يعني أغلب بيوت شبعة انسرقت تماما، اتفضت من البضاعة من هاي، يعني ما بنشوف غير سيارات عم تتحمل. بلشوا أول شيء بغرف النوم، رجعوا على الأدوات الكهربائية، رجعوا على آخر شيء ما ضل شيء بالبيوت، صار يسرقوا أزاز. إن شاء الله الجيش السوري الله يحميه ويطول بعمره ويحمي هالشباب ويرجعهم لأهلهم سالمين غانمين. بالعكس بس ارتاحوا لنا، جابوا لنا الخبز، جابوا لنا الأكل، شو ناقصكم، شو بدكم، شو هاي أكل للصغير، هاي أكل هيك. عملية الجيش السوري في بلدة شبعة سارت إلى خواتيمها الطبيعية ويواصل مهامه الوطنية بملاحقة من تبقى من الإرهابيين الذين فر قسم منهم إلى المناطق المتاخمة لشبعة كالحتيتة ودير العصافير. أنهى الجيش العربي السوري بإحكام السيطرة على بلدة شبعة، المرحلة الأولى من عمليات الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية والتي تمتد على مساحات واسعة بدءا من الجسر الخامس على طريق المطار وحتى منطقة عدر الصناعية، لتبدأ المرحلة الثانية الحاسمة للإجهاز على ما تبقى من عصابات إرهابية في الغوطة الشرقية بما في ذلك دوما، وفق ما يؤكد قادة ميدانيون. جعفر يونس لأخبار التلفزيون العربي السوري، ريف دمشق.